علاش ليه؟ تن البدر وهل يخفى القمر؟ وردة سرها المحبة. لا غراند ايبيسري بين إيرلان زالتنا البرك. مرحبا بكم من الناس الكل وين ما كنتوا تشاهدوا فينا كالعادة من خلال قناة التاسعة. إن شاء الله بداية أسبوع موفقة للجميع، حظ موفق لصغيراتنا والتلامذة والطلبة اللي في فترة الامتحانات. إن شاء الله ربي معاكم، إن شاء الله ربي يوفقكم، وإن شاء الله يا ربي كان بالنجاح الدائم والمستمر. في حلقتنا اليوم باش نتناولوا برشا مواضيع ما تنجم كانت تهمكم وتفيدكم. اليوم باش نحكيوا على ليبنوز تيرابوتيك. شنو هي ليبنوز هذيا؟ واش مجعولة؟ وعند شكون نجمو نعملوها ليبنوز هذه؟ كيف اليوم باش نحكيو على جديد برقاوي ريدو باي طاهر، العالم الكبير نتاع الستائر، اكيد مع مدام ضحى باش نحكيو على كل ما يهم الستائر وجديده. كيف اليوم باش نحكيو على الرياضه، وقتاش نجم نعمل رياضه، وقتاش لازمني نعمل رياضه في علاقه بالماكله بالنوم وبالحركه. مش هذايا برك انا مازد. كيف اليوم باش نحكيو على يلوسكين، المكمل الغذائي اللي يعتني بالبشره نتاعكم. انا نقول لو برودوي ميراكولو اللي يساعد على نضاره البشره ويحل مشاكل برشا حاجات في البشره نتاعنا وحتى في الجسم نتاعنا. تابعونا اختي واختي واختي، ومن نسوا زاد كيف السوبر موس السوبر سيستا. ونذكركم ديما بالكونكور، مش هذايا برك اليوم اللي باش نحكيو فيه، انما الدباره البنينه ديما حاضره معنا في الام نف مع الشيف فتحيه. شيف مرحبا يا صفاء، مرحبا بالساده المتفرجين. انا اليوم كي نقول عندي معناها ان بروغرام اتيم، راهو نحط كل حاجه كي كوريسبون. مثلا مع اليوم شوفو دونش ورده، شنو اللي يمشي معها؟ الكل تمشي في الحلو، في الملح، في الاونتري سويت ديسير، الكل فهمت. معناها لي برودوي مثلا شوفو دونج ورده تمشي مع لي برودوي بن يغلين، تمشي كما عملت المره الاخرى مسفوف بالكريمه مع سمك شيف، تمشي مع باز دو كسكس صحيت، تمشي مع مرياح، معناها تمشي معاهم الكل. اون بو المغي فوالا مع لي تن نتاعنا، كل شيء يمشي مع بعض. فوالا الوغ اليوم عندي باش نعمل الشوفو دونج اللي هي الدويده، نعرفوها بالدويده. ولا فما اللي يقولها الشعريه، فما يقولها شربه شعر. فوالا شوفو دونج، شوفو دونج هي شعر الملايكه. الوغ اليوم باش نعملها مجمره وسلطه وحلوه. حلوه كيفاش هذا؟ حلوه كيما رفيسه. مانيفيك، بنينة برشا، وتو فزالي ديكوفغيغ معايا واحدة واحدة. اوكي شيف، نتبعوك اختي واختي، وانتم زادة كيف مشاهدينا تبعونا اختي واختي لمختلف مواضيعنا، ونبداو باستقبال ضيافنا. دونك مرحبا بضيفاتنا، نورتونا وانستونا وشرفتونا زادة كيف في حلقتنا اليوم اللي من خلالكم طبعا باش نحكيو في عدة مواضيع ما تنجم طبعا كانت تهمنا. سعيدة برشا انه حاضر معنا اليوم مدام عفيف الخماسي، المختصة في تقويم النطق والمتمرسة والمختصة كذلك في التنويم المغناطيسي. شحوي لك؟ الحمد لله. صحتك بخير؟ ميرسي يعيشك. يعطيك الصحة على حضورك مدام عفيف، انا نخاف لا تنام مني لما حالة. لا لا، ولا عندنا ديما افكار مغلوطة على التنويم المغناطيسي. احنا فما الوعي نتاعك باش يكون ديما حاضر وهو اللي باش يحميك، دونك ما فما حتى خوف. هذيك الفكرة السيدة اللي عندنا على الهيبنوز. صحيح فوالا، دونك مربوطة ياسر بالشو وبكل الحكايات الأخرى. فوالا دونك اليوم معاك مدام عفيف باش تفسر لنا شنو هي الليبنوز هذيا اللي هي تيرابوتيك، شنو هي علاجاتها، شنو تعاون على شنو، في اي حالات طبعا نستعملوها الليبنوز تيرابوتيك. كيف انا سعيده انه حاضره معنا زاده اليوم مدام ضحى البرقاوي، الممثله عن شركه برقاوي ريدو باي طاهر. ضحى شحوي لك؟ الحمد لله صباح. صحتك بخير؟ منورك العاده. الحمد لله عايشك بوجودك. يعيشك يا لله. قول لي ضحى اليوم شنو باش نحكي؟
اليوم باش نحكيو حاجات شويه كلاسيك اللي هما البلدكان والكورونا. مش كورونا راهو كورونا نعرفوها هي الكورون معناها لا كورون اللي تجي فوق الفرش تجي فوق الفرش اه القديمه هذيا ما هي القديمه اما توا باش نحكيو عليها غوفيزيتي غوفيزيتي تري تري بيان نرجع لك مال ضحى بعد شويه ما خلينا نبداو بالفقره الاولى معنا اليوم اللي هي فقره صحتنا دونك في فقره صحتنا اليوم معنا مدام عفيف الخميسي الاخصائيه في تقويم النطق والمختصه والمتمرسه في التنويم المغناطيسي. في الانترو قلت لك تمشيش ترقدنا تمشيش تنومنا. عفيف شنو هو التنويم المغناطيسي التيرابوتيك العلاجي؟ الهيبنوز تيرابوتيك كما قلت انت سي اون تكنيك نعالجوا بها برشا حاجات واللي هي معتمده على ان ايتا دو كونسيونس موديفيي. في الوقت هذاك اللاوعي نتاع لا بيرسون نتاع الشخص هذاك باش يكون منفتح ومتعاون وفي الوقت هذاك نجمو مثلا نبدلوا افكار قديمه نجمو نطوروا في 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 الافكار اللي عندنا ونجمو زادة الافكار ولا العادات السلبيه كيما مثلا التدخين ولا الكول الادمان بجميع انواع بكل انواع هذه دونك هما فاش ديستيني الليبنوز يعني نعالجوا بها عده امراض او عده عادات عفيفة اي الليبنوز تنجم تعاوننا مثلا نجم نخدموا لا كونفيونس معناها تعطي بوكو دو ريزولتا في الـ في الـ في الكونفيونس بور بوستي لا كونفيونس في الكونسنتراسيون مثلا اللي باش يعديوا الباك ينجموا يعملوا ليبنوز تعاونهم على التركيز وباش يتحضروا للي زيكزامان نتاعهم تنجم زاده لي زاتليت تنجم تعاونهم باش يحضروا لي كومبيتيسيون اللي عندهم تعاونهم على التركيز على الكونسنتراسيون على التركيز على الكونسنتراسيون زادة في حالات الخوف في حالات الأرق لي فوبي لي ديبرسيون زادة بالتعاون زادة مع لي بسيكياتر تكون فما كولابوراسيون في برشا حالات فما مثلا لي مالادي بسيكوسوماتيك اللي تنجم تعاوننا مثلا فما حتى لي مالادي دو بو كيما البسورياسيس كيما برشا حاجات ابو وي عنا زادة نجمو زادة التحضير للولادة البريباراسيون على كوشمان نجمو نحضروا للاكوشمان بالنسبة للصغيرات عفيف شنو تنجم تعاون الليبنوز وإلا ما نجموش نطبقوها على الصغار الأطفال مثلا هو الليبنوز مع الصغار سا ديبون دو لاش خاطر باش تحط صغير باش يسمعك وباش تقول له غمض عينيك مي احنا سا ديبون دو لاج كيما قلت لك اما العمر الصغير فما زاد ليبنوز كونفرساسيونيل نعرفوا كيفاش نحكيوا مع الصغير كيفاش اترافير لو جو بالتمثيل نجمو زاد باللي ماريونيت خاطر مع الصغير مش كيما مع الادولت مي في طرق العلاج بالليبنوز هل كل مرض عنده طريقه معينه في الليبنوز او الليبنوز هي موحدة مع كل الـ الأمراض أو الحاجات اللي يشكي منها الشخص لكن الحوار اللي يصير في الليبنوز هو اللي يختلف هو بالطبيعة مش يكون كل شخص كيف باش تكون معناها أول حاجة باش يكون المعالج باش يكون فما معناها كونفرساسيون باش يحكيو باش يفهموا بالقديه شنو هو المشكله وبالطبيعه كل شخص باش يختلف على الشخص الاخر فما حاجه اخرى زاده لابورتونس نتاع ليبنوز في تغيير العادات السيئه كيما التدخين كيما الادمان الادمان على الكحول وفي الديبوندونس افكتيف زاده دونك خلينا نركزوا شويه مع الاقلاع عن التدخين يقول لي توا سي كوا لو رابور او الادمان على الكحول او الادمان بصفه عامه سي كوا لو رابور انك تنوم الشخص وبين انه يقلع عن التدخين عاده يمارس فيها يوميا يعني كل مراحل حياته صحيح ولا ضحى؟ دونك يقول لك عبد نمشي نعمل ايبنوز رابور معناها اي سي كوا لو رابور انا مش نحب نحي الدخان ولا انا نحب نحي الكحول او نحي اي حاجه سي ايش ندخلها في الليبنوز مش تنومني وباش نقوم انا نبطل سي هو اول حاجه الشخص اللي باش يجي هو اللي باش يخدم الخدمه
أبو هو اللي المعالج اللي معاه باش يعاونه. مي هو يلزمو كي يجي يكون أول حاجة يكون قابل باش يغير العادات هذيا. وحنا كيما قلنا ليتا دو كونسيونس موديفي يخلي اللاوعي منفتح ومتقبل ونجموا في الوقت هذاك الأفكار والعادات هذوكم نجموا نخدموا عليهم باش نحيوا الأفكار السلبية هذيك والعادات السلبية ونزرعوا عادات أخرين جدد معناها. كيفاش تصير العملية متاع ليبنوز في الموروث والمتوارث واللي نراوه في الأفلام وفي المسلسلات بالمونجيلا هذيك ويدخل الانسان في نوم او كانه يبعد عن العقل ولا الوعي نتاعو ويبدا يحكي في حاجات في اللاوعي يعني من اللاوعي نتاعو. صحيحه الحكايه هذه ولا هذه كلها فيكسيون يعني؟ هو بون فيها برشا برشا فيكسيون. واحنا حكينا على تا موديفي دو كونسيونس اللي هو حاجه ماهيش غريبه علينا برشا. اللي هي احنا كي باش نجيو نرقدوا اكلي مومون هذوك نقولوا احنا بنومين نحس روحك راقد مش راقد هذيك هي ليبنوز معناها في الوقت هذاك يكون اللاوعي نتاعنا متقبل للافكار الجديده اللي باش نزرعوهم والا الحاجات اللي باش نحسنوهم في افكارنا. مثلا في سيونس نتاع اقلاع عن التدخين كيفاش تصير العمليه؟ اعطينا مثلا من اللي تخلى الباسيون للكابيني شنو اللي يصير بالضبط؟ خلينا نفهموا ساده المشاهدين خاطر ساعات يستخفوا يقول لك انا ما بطلتوش بالباتش وما بطلتوش بالدرا شنو وخذيت دويات ومشيت كيفاش نحيوا لي بالليبنوس؟ أعطينا المراحل كيفاش تتم. دخلت لك أنا باسيونت للكابيني مدام عفيف أنا أريد الإقلاع عن التدخين شنو باش نعمل؟ هو دابوغ السيونس الأولى باش يكون فما برشا كلام وبرشا حوار باش نشوفوا العادات نتاعو مع التدخين كيفاش، باش نشوفوا الأماكن اللي يمشي لهم يتكيف فيهم أكثر من أماكن أخرين، باش نبداو الساعة من الأول نحطوا دي زانستركسيون الحاجات اللي لازمنا نعملهم الحاجات اللي ما نعملوهمش. دونك فما الاراده نتاع الشخص اللي جاي باش يقلع على التدخين وفما معناها اون باراليل احنا باش نعاونوه باش نخدموا على العادات هذيا بالليبنوز. كيفاش تصير عمليه ليبنوز لهنا؟ صلح لنا المفاهيم، صلح لنا بربي الحاجات اللي في مخاخنا اللي ندخلوا ونرقدوا ونتمدوا على كنابي وندخلوا في عالم اخر. هو نجموا ندخلوا في عالم اخر. مي فو توجور سافوار اللي لو كونسيون إلي لا إلي بريزون. يعني الانسان واعي في اللي قاعد يتكلم فيه واللي قاعد يقول فيه في اللحظه هذيك. فوالا الحمايه نتاعنا هو الوعي نتاعنا، معناها لو كونسيون نتاعنا، معناها كان جي اي حد باش يقول لك اعمل حاجه اللي هي ماهيش مع المعتقدات نتاعك والا مع المفاهيم نتاعك، انت وحدك باش تقوم وباش معناها ماكش باش تمشي في الحكايه، دونك يلزمنا ديما نحطوا في مخنا في الليبنوز راهو الوعي نتاعنا موجود، لو كونسيون إلي لا بوغ نو بروتيجي. كي يدخل شخص مدام عفيف رافض انه يتنوم، نتخيل انها جاوك حالات انه الشخص في مخه في عقله الباطن انا ما لازمنيش ندخل في حاله التنويم هذا او النوم هذا اللي هو بين النوم وبين اليقظه بين البنين. رافض فماش علاش باش نعملوا. عقله الباطن يبدا رافض. هو مادام جاي الانسان اللي جاي بسقيه معناها ما ينجم يكون كان مقتنع بالحكايه، سي فغي كو ينجم يكون خايف شويه. احنا وقتها باش نحكي وباش نفسروا له، هو بالتجربه بشوي بشوي باش يفهم اللي ما فماش حاجه اللي تخوف. مي عبد جاي ماهوش قابل. معناها ما نجموش نلزموا على حد باش يعمل اون سيونس ديبنوز. لي زوتي اللي تستعملوهم مدام عفيف في التنويم، فما اللي يقرا لك كتاب يقعد يقرا لك، فما كما قلنا احنا بالبوندول هذيك المونجيلا طرق، توا فما طرق حديثه او هذوما اللي راهو فيهم زاد سي لا فيكسيون اللي راهوها. هو الشخص باش يجي باش يكون في موقع معناها موقع نتاع راحه باش يكون مرتاح. فما اضاءه معينه، فما صوت معين. نجموا نحطوا موسيقى، نجموا نحطوا دي بوجي باش يكون المناخ مهيئ للسيونس ديبنوس، باش يكون فما حاله نتاع استرخاء، باش يبدا المعالج باش يبدا يحكي معاه بالسياسه بشوي بشوي. تبدا بالحديث يعني سيونس؟ باش تكون كلها بالحديث.
دونك باش تبدا بشويه بشويه باش يبداو لي ميسكل نتاعو معناها في حاله ارتخاء وباش ندخلوا في الترانس هيبنوتيك وفي الوقت هذاك باش معناها فما دي سوجيستيون الايحاءات اللي باش يخليو الشخص يغير برشا حاجات فيه. مدام عفيف فما طون معين في الصوت في الفوا نتاعك تبدا تحب تنوم الباسيون اللي موجوده عندك، هل فما مواضيع معينه باش تبدا بيهم الفاز هذيك نتاع التنويم او كلهم كيف كيف؟ هو كما قلنا كل شخص وكل مشكل باش نخدموا عليه باش يكون مختلف على المشكل الاخر. الصوت كما قلت انت سي تري امبورطون اللي كما قلنا الانفيرونمون الكل يلزم يكون متلائم وملائم باش الشخص يكون في حاله استرخاء، معناها باش يكون مرتاح. معناها الصوت زادة عنده اهميه كبيره، كيفيه قراءه النصوص زادة عنده اهميه كبيره باش نخليو الشخص يكون مرتاح ويدخل في الترانس هيبنوتيك. تو تقريبا قديش لازم من سيونس الشخص اللي يحب يقلع عن التدخين او نوع من الادمان او كل حاله وحالتها؟ عفوا كل حاله وحالتها، كل حاله وحالتها. حاله الاستجابه يعني؟ فوالا حاله الاستجابه. لي بيان في نتاع ليبنوز ثيرابوتيك؟ ليبنوز ثيرابوتيك عندها بوكو دو بيان في كيما قلت لك نخدموا الكونفيونس لا كونسونتراسيون، فما زاد لا بيرت دو بوا، فما ناس اللي نعملوا وي لا غاستريك يعني نقصوا من الميزان بالليبنوز وي باش نغيروا العادات الغذائيه ولا لا نو غاستريك. في تونس وصلنا زاد عملنا دي زوبيراسيون، عنا دي ميدسان عملوا دي زوبيراسيون بالتبنيج بالليبنوز. دونك ليبنوز ما عندهاش حدود، معناها تعالج برشا حاجات وتعاون برشا حاجات. دونك اي شخص يجم يمارسها ليبنوز هذايا او لازمها دراسه معينه اختصاص كامل؟ يلزمها دراسة بيان سور، يلزمها دراسة ويلزمها زادة شغف ومحبة باش تعاون العباد، خاطر إذا ما عندكش المحبة باش تعاون العباد مش جوست باش تقرا له أن تكست ولا دونك يكون فما كل تحب تعاون العباد. تخي بيان، الشخص اللي يعمل ليبنوز هل يتذكر الكلام والحديث اللي دار ما بيناتكم أو يدخل في طاية النسيان وما يتذكروش؟ ينجم يتذكر كيما ينجم ما يتذكرش. يجم كل شخص كل شخص مختلف، فما اللي يهزو النوم، فما اللي يمشي في باله هزو النوم، دونك كل شخص كيفاش يتجاوب مع يجم اللي يتذكر الحديث اللي حكاه ويجم ما يتذكرش طبعا. ينجم ما يتذكرش. واضح. مي يلزمنا ديما نتفكروا نعاودوا نتفكروا اللي الوعي ديما هوني، دونك الوعي ديما موجود يحمي فينا، دونك كان فما أي حاجة خارجة على نطاق الحاجة الجلسة راهو الوعي باش يكون حاضر وباش يوقف كل شيء. واضح مدام عفيف الخميسي المختصة في تقويم النطق والمختصة كذلك ومتمرسة في التنويم المغناطيسي. أنا في باليش أنها تعالج برشا حاجات، في بالي الاكتئاب، قريت ديزارتيكل أنها نجموا نعاونوا بها في حالات الإقلاع عن التدخين أو الإدمان، لكن في حالة التضعيف والحقيقة مازلت ما عنديش معلومات عليها كافية. أما لازمنا زادة ما ننساوش زادة اللي معناها فما حالات يلزم تكون فما كولابوراسيون مع البسيكياتر، معناها موش نعمل دي سيونس ديبنوز فوالا باش نقص على دواء، ولا يلزم تكون ديما فما كولابوراسيون بين البسيكياتر ولي سيونس ديبنوز. يعطيك الصحة مدام عفيف مرة أخرى، مشكورة على كل هذه المعلومات والمداخلة المزيانة هذه. أنا قبل ما نعطي الكلمة للشيف فتحية في الكوجينة نحب نحكي لكم على ليبرتا فوياج، أنه كالعادة والله لا تقطعنا عادة ليبرتا جاتكم بعمرة شهر رمضان، العمر الأقرب إلى الحرم المكي، عمرة الرفاهة والخدمات الراقية، وكالعادة فريق متميز من المرافقين تعطيهم لكم ليبرتا فواياج على ذمتكم وتحطهم على ذمتكم تيلة العمرة، يرافقوكم يرشدوكم ويقدموا لكم طبعا أجود وأرقى الخدمات. باب التسجيل مفتوح وليبرتا تدعو المعتمرين اللي مسجلين للتأكد من تواريخ رحلاتهم طبعا، والناس
اللي مازالت ما سجلتش تدعوهم ليبرتا باش يتوجهوا لاقرب مكتب قريب لهم طبعا للاستفسار والتسجيل في اقرب وقت ممكن، لانه الاماكن المتبقيه محدوده. وان شاء الله يا ربي يرزق الجميع بالذهاب للعمره. ورحلات عمره ليبرتا مازالت متواصله تيلة شهر رمضان كامل على متن الخطوط السعوديه. ارقام الهواتف كالعاده موجوده معنا على الشاشه لمختلف المكاتب والفروع، مكتب نابل والحمامات، فرع تونس العاصمه، فرع سلينا، فرع صفاقس وفرع حمام لنف. طبعا هذوما ارقام الهواتف، او تنجموا تدخلوا على السيت ويب نتاعهم باش تاخذوا اكثر معلومات وبراتيكمون باش تلقاو الارقام زاده كيف كيف موجودين. وكي نقولوا طبعا العمره رقم واحد في تونس، ما نجموا كان نقولوا انها تكون مع احسن شريك اللي هي ليبرتا فواياج. انا نعطيك الكلمه شايف الكوجينه. صافي انا باش نحضر ديجا الدويده المجمره، اول حاجه الدجاج بالطبيعه في طنج في تو، نجي نفوحو، نحط شويه ملح شويه فلكحل شويه كركم، الكل على البارد. تعرفوني نفوح ديما، ما نفوحش على ما نقليش الماكله. نشوف اللي المطعم يضيع في التقليه، الفحات كلهم تضيع في التقليه، سي دوماج. الوغ هوني نجي نحط شويه الزيت، ما كثرش الزيت على خاطر في معناها باش نلف الشوفو دونج بالزيت باش تحط تفور. ناخو حكه طماطم كونكاسي، نبدا بها هي باش يطيب فيها الدجاج، ومن بعد نحط الطماطم دوبل كونسونتري هذيك، نحطها في المرحله الثانيه وقت اللي يبدا الدجاج يطيب، نبداها ساعه نحطها تبدا نقولوا زعره شويه. الوغ هنايا عندي حمص انا طيبته في الماء نتاعو، قلت لكم نفخ الحمص 6 سوايع، ومن بعد الحمص واللوبيا الحاجات هذوما الشايحين الكل نحطهم يتنفخوا 6 سوايع، ومن بعد نحط لهم دي ماغاجا فخوا، معناها نحطهم في كاسرونه نحطهم يطيبوا، ما نصبش عليهم ما يغلي، نصبهم طول في ماء اللي تنفخوا فيه بعد لغسلتهم ونفختهم، ومن بعد هذا الكل نحطه يغلي هو يتيبو، معناها تولي كعبة الحمص تتقرص نقولوا تنزل عليها تتقرص بين صوابعنا، وقتها نهبطهم نخليهم في ماهم ونطيب بهم الماكله نتاعي. انا ديما هذيك التكنيك اللي نلقاها سهله باش الحمص حتى كي يدخل في الطماطم يقولوا يبس يولي، معناها ما عادش يذوب. انا ديجا الحمص نتاعي طايب وماهوش وما يبسليش. الوغ هوني عندي الدويده ورده اللي هي شوفو دونج، الناس الكل تعرفها اسمها شوفو دونج. الشوفو دونج الخاصيه نتاعها كونها تجي كل شيء، تجي مالحه تجي حلوه تجي سلاطه تجي طاجين، معناها في لو فون تاع طاجين تجي برشا طرقته كل مره ننوعوا منها، بيسكو من المعجنات المتميزه اللي هي بلي دور كامل قمح كامل صلب تيب في 3 دقائق، معناها ما يلزمهاش برشا تطيب. انا جوست نحط بيسكو باش نعمل منها السلطه والدويده نتاعنا اللي هي مجمره، نحط باكو وشطر باش هكاك يبدا عندي ميزه زيني للسلطه فرد مره، خاطر باش ناخذها مفوره نحطها هي السلطه وهي كي تفور ديجا في ساعه تيب. وهذاك علاش انا قلت لكم راهو ما يلزمش نحط برشا زيت في الصوص نتاعي اللي باش تكون في وسط الشوفو دونج، على خاطر الزيت باش يتحط هنايا في وسط الشوفو دونج اللي باش يفور. نجي نصب حكر تقريبا 4 مغارف تاع ماكله زيت، ونحط نخلطها بالقدا كيما نفركوا العولة والكسكسي والحاجات هذوكا، نقعدوا نخلطوا فيها مليح مليح بك الزيت حتى كلها تتزيت كيما تشوفوا فيها، ومن بعد مقفول الكسكاس على الغاز نحط نفورها. هي كي تفور ديجا شطر الطاطيبه حضرت، يقعد كان السلطه نفوحوها والاخرى نسقيوها ونحطوها، اما تتجمر على الغاز ما يصير لها حتى شيء، والا نسقيوها ونحطوها في الكوشه تخرج مفركه كعبه كعبه. الوغ انا هنايا تشوف فيها كيفاش لمعت كلها بالزيت نتاعها، ما قعد الا باش نحطها تفور، نحط هذايا تفور ونرجعوا جميع صافي.
يعطيك صحة الشيف، أكيد نرجع لك بعد شوية. ما خلينا نتعديه ديريكتومون مع مدام ضحى البرجاوي الممثلة عن شركة برجاوي ريدو باي طاهر. ضحى، دونك موضوعنا لليوم اللي هو باش نحكيو على الكورونا، اللي هي لا كورون اللي تجي فوق الفرش هذيك بكل ريدوي بالمسلين ولا بالماتيغ طبعا اللي انت ادرى بها، انا ما نعرفهاش. وزاد كيف كيف على شنو باش نحكيو؟ بلدكان. البلدكان. البلدكان شو هو زي البلدكان؟ البلدكان هو اللي يدور بالفرش، الريدو اللي يدور بالفرش. يعني انت تفكروا زاد حتى هو توا رجعوا له لا محاله. هو رجعوا له اما بطريقه اخرى، خاطر كانت قبل تو احنا قاعدين يتعداو وتصور معانا هذوما البلدكان، ريتو كيفاش داير بالفرش يبدا. هذا فرش ملكي. بون هو راهو يمشي كبار ويمشي صغار، راهو البلدكان مش كان معناها ملكي وبتاعك. ترى من بعد يتعدي هذه مثلا تمشي اكثر ميزون دار على البحر، حاجات هكايا ميزون كومباني، هذوما يحبوهم برشا. صحيح. علاش تحس هكا روحك كاينك في دفي، كاينك تحس طبيعه. اي حاجه محليه. انا يعجبني برشا البلدكان. وانا راه جاتني الفكره هذه خاطر جاني كليون يحب على البلدكان. قلت له فكرتني فيه خاطر انا برشا الفكره منه هو. خاطر جاتني الفكره منه هو. بلوس كانت قبل اللي تخدم، كانت تفكر قبل، كانت القماشه تخشينا شويه. صحيح. وان بلوس تخدم بالدغاباج، تخدم الفوق هكا فما قصه واحد. توا ولينا نخدموا خفيف كما تشوف تويكا في التصاور، يتخدم بلان جور، يتخدم قمرايه جويده. معناها حاجه خفيفه مش حاجه اللي تقلق ولا يقول لك الغبره ولا لا. صحيح. تخدم حاجه سانتيتيك وتبدا دايره مزيانه حلوه برشا. توا هذا كله مزيان دوحة، ما كيفاش تخدم لا تكنيك اللي تخدم بها؟ هو كان قبل يتخدم بالدغاباج والقماشات الخشينه. توا ولينا خففنا فيه، ولات حاجه كيما البلان جور، كيما القمرايه الجويده. ودو بريفيرونس يكون قماش بالطبيعه بوليستير، خاطر سورتو اللي عندهم الرجيل الغبره وكل ما يساعدهمش يخدموا قماش خشين ولا فولور، يشد فيه اكثر الغبره. بيان سور ما يساعدش هكاك، سورتو الصغار لا. دونك ديما نخدموا حاجه خفيفه. دونك سوكل هو هذاك داير، هذاك سوكل اللي بدا داير. فما برشا نوع يعطوا يتعدي، وفما اللي باللوح، فما اللي في الفرش بيدو تبدا طالعه فيه زوز عرس كيما هكا. هذا كلاسيك توا اللي تعدى توا، هذا الملكي، هذا الملكي الكلاسيك. وفما ناس راهي معناها تحب حاجات كلاسيك توا كيما اللي حكيت لك عليه، اللي طلب البلده كان عنده دار وقال لي كلاسيك، قال لي ما نحبش حاجه موديرن. الوغ احنا ديما اوبروبوز حاجه موديرن، بالعكس هو يحب حاجه كلاسيك. كاريمون نحسو ستيل ازياتيك شويه البلدكان في حالات. لا هذاك كيبدا لوح وبومبو. اي بومبو فوالا وقت يولي ازياتيك. مي هو راهو نجم يمشي رويال، يمشي شامبر كيما قلت لك شامبر انفون. برشا نوع هكا ديجا تصور قاعده تتعدى تويكا. برشا نوع في الشامبر انفون مثلا ما فماش قديم وجديد، ما فماش تقدر معناها حاجه حلوه مزيانه. صحيح. صغير تبدا هكا عامل سورتو البنيه تبدا هكا دي روبون مشدودين ولا حاجه. صحيح. كيف الكورونا. الكورونا كانت تقبل تتخدم بالدغاباج، احنا كنا نخدموا الدغاباج في الكورونا وهو بيدو يتخدم في الشباك. اها هذه حاجه قديمه قديمه. اعطينا لا كورون في الاخراج كان ترى الكورون بالدغاباج وترى الكورون اللي هي ولات مودي. هذه القديمه، هذه قديمه الستيل باروك، هي قديمه والستيل اللي قعد في اللي يحب الروستيك ويحب الكلاسيك ويحب الباروك. دونك اش باش يخدم؟ يخدم حاجه هكا ياسر مزيان، ديار تبدا كبيره. تو هذا زاد احزر معناها ما يجيش اوترومون، معناها يجي كان في بلاصه كيما هكا. صحيح صحيح. هذه توا اخف شويه، هنا فما المسلم برك في الموديل هذا. هو ينجم يجي فيلوغ في الكورونا، ينجم يجي بيان سور. الكورونا خاطر بعيده، فتو كيما تراها كي دغاباج هذايا ساتان تو مخدوم مي تنجم تخدم فيلو خاطر بعيد، مي كي يهبط على الجناب دو بريفيرونس اللي عنده لي شويه. اها وهذا اللي قلت لك عليه خفيف. اي ماهوش حاجه هذه انتم خادمين وضحى. اي هذا حتى الكورونا تنجم تكون اخف راه. اي تو الكورونا ترى فيها غاديكا فيها نقشه واه، فما اللي نخدموها سامبل ونجموا نخدموها بغفلات عاديه وتغطي الكورونا كاريمون، ما عادش تراها معناها تتغطى من فوق. اكثر بيله هذيك اللي هي غفلات نقولوا. الغفلات هذيك تتحط فوق التاج هذاك وتهبط سامبل على الاخر، سورتو راهي في الشومبر اونفون ياسر حلوه. حتى حتى برشا حتى بوغ لي ماغي حاجه مزيانه برشا. حلوه برشا. ماهيش مربوطه بستيل معين. لا لا كي تبدا بلان جور سامبل ولا تبدا تول، سورتو تول توا خارج برشا تول. كي تخدموا تول شنو اللي فيه؟ معناها حلو ياسر يزين. هو الاكثر شيوعا اللي دارج اكثر ويتخدم اكثر ويعطي منظر مزيان شنو؟ البلان جور. البلان جور هو خاطر القديم كان يتخدم بالبلان جور، مي توا كي توجد التول
تو لي عوض لبلان جور ساتان لي ولا يتخدم زاد ساتان هو كل شيء ريت اللي عندك البلدكه والكورونا يتخدموا بالقماشات الكل ما فماش اكسبسيون حتى قماش الاستيك ولا حاجه يتخدم مي كل واحد البريفيرونس نتاعو فما اللي يحب حاجه خشينه وفما اللي يحب لا يقول لك لا نحب حاجه خفيفه ما ولا سورتو اللي عندهم اليرجي اي اللي عندهم اليرجي لا ما يخدمش فلور ولا قماش خشين ولا توال خشينه لا مي تو لو فرضنا انا نحب نجي نعمل بلدكه والا نعمل كورون كيف من هكا هل تشوفوا لون الفرش لا ديكو تعملوها انتوما تخيطوها انتوما نعملوا كوفغولي يمشي معاها اعطيني لاستيوس هنا هكا لهنا فما الكوفغولي ديجا مخدوم اللي لازم فما غابي خاطر اذا باش تخدم انت البلان جور وحده هكاك بلانجو ولا تول ولا القماش اللي باش نخدم به وحده هكاك يلزم فما غابيل صغير كاين باش نخدموا في الكلاسيك باش نخدم هكا دغاباج لا الكلاسيك نعملوا حاجه دغاباج هكايا ولا نعملوا فولون راجع نفس القماش هذاك نخدموا به يا اما الكوفغولي والا لي كوسان مش لازم كوفغولي بكله والا دي بانو اذا خدمنا في الخشين تو نحكيو كدغاباج وكل البانو ولا المخادد ولا نخدمهم كيف بعضهم شي بدا غابي وكان خدمنا بلان جور صافي بلان جور ولا تول ولا اي قماش حاجه خفيفه ولا حايك ولا حاجه خفيفه دونك لازم يكون دو بريفيرونس في الريدو موجود يعني حتى حاجه سامبل مش لازم دي بانو دونك نلقاو غابي هذه القماش شنو هذه ساتان هذه ساتان فوالا وما سوا شونتونغ زاده هذا الكلهم يجيو راه في الموديل هذا بي زوحا انتم تعملوا ليكزيكسيون تاعها والا يعني تركبوها كاملة. كامله حتى الكورونا التاج هي التاج هذاك ما نخدموش المنقوش والكل أي. نخدموا السامبل احنا خاطر اللي مطلوب هو السامبل حتى لي كا اللي جاونا ما يحبوش حاجه كومبليكي يحبوا حاجه سامبل دونك نخدموها احنا دو ا زد هذيك كامله فيها تكنيك معينه للتنحيه للغسلين بالطبيعه هي تخدم يلزمنا ديما نخدموا حاجه سهله صحيح مش ما يقعدش الكليون يرجع لنا لينا احنا باش ينحيه وباش يرجعوا يقعد مربوط بينا لا ينجم ينحيها وحده ويغسلوها وترجع راه واحنا القماشات نتاعنا راه ديما نقول يتغسلوا في الدار ما عندك حتى مشكل القماش اللي حرير واللي نخافوا عليه هذاك حاجه اخرى نوليو نقولوا له عليه راه هذاك ما يتغسلش في ماكينه ولا باليد ولا فما دي تكنيك اخرين سينون لو ريست يجمو يغسلوا سينون لو ريست راه يتغسلوا في الدار تحط بروغرام ديليكا وتحط في الماكينه وكل ويتحدد وكل شيء اللي اكسبسيونيل هذاك نقولوا عليه والا يجيب لنا لينا احنا معنا بلوتو احنا نجيو نحيوهم نغسلوهم نحدوهم بيان سور ونرجعوهم هذاك اللي ما عندوش معنى كيفاش باش يتصرف البلدكه انواعات القماشات اللي تمشي مع الكل سونز اكسبسيون سونز اكسبسيون الكل هاني قلت لك سو جوست اللي ما يحبش مثلا عنده اليرجي ما يخش قماش خشين هذاك هو طيب الجمعه اللي فاتت انت جبت لنا نوع نتاع قماش الغوفيرسيبل هذاك الغوفيرسيبل يجي في البلدكه احسن حاجه للبلدكه هذاك اي هي خاطر يبدا تقلق من اللون بيان سور عندك تقلق من اللون واون بلوس كي تبدا واحد حتى في فرش ممدود ولا حاجه مش يشوف في القفا يبدا فينيسيون مش حلو فوالا تبدا فينيسيون مش حلوه لا لازم فينيسيون مزيانه دونك القماشات اللي غوفيرسيبل تمشي بالقدا مع البلدكه هاني فهمت انا نطلع نفهم انا زيد بيان سور دونك حتى ينجم يقلب زوج جوج يعني دو تون زاوت حتى كي نهار اخر مثلا ظهر له الفاتح ما عادش عاجبه يحب الجهه الغامقه احنا نجيو نقلبوها بالطبيعه عندنا تكنيك نتاعنا احنا نعرفوا كيفاش نقلبوه كل مش هو بالحلق البلدكه والا بالقرابط فما هو اللي نخدموه اكثر بالقرابط وباللونغيت يتسميو فما اللي تتربط وفما باللونغيت وفما اللي بالرجع كل واحد كيفاش مش بالحلق يعني لا مش بالحلق خاطر بالحلق يقعد هو نجم نخدموه اما ساعة الحس مش حاجه مش فزاب الحقيقه دونك حتى اللي يطلبها نقول له راهي مش حلوه حاجه ما تجيش ما تجيش داكور هذوما سور ميزور سور كوموند سور ميزور بالطبيعه خاطر كل فرش كيفاش وسور كوموند فما هني قلت لك اللي بلدكان حاضره يبدا الفرش بلدكان نجيو نركبوا احنا القماشات نتاعنا وفما اللي يحب يعمل بلدكان فما وحود يظهر لي تعداو هما في احنا نخدموهم دي ترانجل يركبوا داكور ونعملوها كاين بلدكان معموله في الفرش
يعني انتم تعملوها نعملوها مش يجيك جوست كان اللي عنده فرش فيه ال 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 الستركتور ولا الساكل اللوح هذاك حاجه دونك تعملوه انتم هذو باللي ترانجل نخدموهم تخي تخي بيان الفروش الفروشات الملكيه وال كل الحاجات المزيانه والحالمه لا خاطري ما لازمناش زاد نحكيو ديما على المودرن ونحكيو تو سكي خارج جديد 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 فما ناس تحب التوش الكلاسيك تو سكي روستيك توا الناس تطلب سوا شونتونغ مطلوب وتعرف سوا شونتونغ قديم برشا معناها صحيح توا الناس تطلبوا وتحبوا مزيان برشا صحيح ويعطي حاجة هكا مذخمة برشا اسمها بناء الفلوغ التوا مطلوب زادا ما تنجمش أما فما فما قماشات عوضت الفلوغ كيما الفلوغ ما يتعوض أخف الفلوغ غازي مثلا أخف الفلوغ غازي أخف حتى في البوا نتاعو وحتى في السوم كيف كيف أخف ولا أي حتى في السوم أخف بيان سور أقل حتى البوا كل شيء أقل معناها ومزيان راهو منظرو يعطي حاجة حلوة وسهل حتى تنظيفه حتى تنظيفه علاش قلت لك يبدا أخف خير الفلور ديما ماذا بيك حاجة سالون مثلا نبعدوا شوية بيت نوم وعندك التوال زاد الخشينة ماذا بينا نبعدوا على بيت النوم نمشيو أكثر سالون سيجور أنا يعجبني النصايح متاعك ذو حالة خاطر ديجا تشوف ال أي هذي الستيل بومبو هذي هذي البومبو اللي قبل لا هذي الستيل بومبو محليهم على الفرش بدواتي ماهوش عالي وكا بلان جور سامبل ما في حد شيء دونك محلاه ومزينو ستيل هذايا دونك هذوما الكل تنجموا تكمانديوهم بيان سور كي تمشيو سيغ بلاس لي شوروم تعطينا ذوحا من بعد لي زادغيس دي شوروم نتاعهم تنجموا تمشيو تطلبوا منهم انهم ينفذوا لكم الافكار هذوما حتى عندهم افكار اخرى تنجموا ثم تعملوا ليكزيكيسيون لي زيدي بيان سور يقولوا لكم حاجه هذايا فيزابل ولا ماهيش فيزابل بنصيحه ابخي تو في الاخر الشوا ليكم انتوما الاختيار في النهايه ليكم انتوما اما هما فريق مختص يعني دراسه هذايا الناس قراتها وخدمتها الحاجه هذايا مش اعتباطيا يعني كي يعطيكم نصيحه ولا الكونسي راهو ماهوش هو خاطر ظهر له باش يعطي اما هو قاريها اي سون فورمي ناس دو فورماسيون ديجا دي زاركتيكت دانتيريور دي انجينيور دو لي زاركتيكت نتاعنا قارين الالوان معناها اكثر من كل شيء اللي هي صعيبه باش تلقاه يعرف الالوان معناها وين يجيكم ذو حاجه يحبوا يعملوا الحاجات هذوما المزيانه احنا موجودين في سكرة الزهرة المروج بنزرت النصر سوسة حمامات حمامات ان شاء الله على قريب يا ربي كان فما جديد في القهوة معنا احنا عاد في المنف لي برومو مازالوا متواصلين عند برقيم ريدو طاهر التقسيط مازال متواصل تدفع بالحاضر اكيد باش يكون عندك امتيازات اخرى يركبوا لك ويخيطوا لك دونك برشا دليل وكانك بالتقسيط دونك حتى التقسيط يكون حتى الشهر ديسمبر 2023 من جانفي حتى لديسمبر من غير افونس ومن غير انتيريس واضح دونك تنجموا تدخلوا على باجهم فيسبوك الانستغرام نتاعهم والا على السيت ويب والا تطلبوهم على الانفو لاين اللي هو ضحى 50 92 92 92 يعطيك الصحه مره اخرى مدام ضحى البرقيه يعطيك الصحه مدام عفيف مشكورين على حضوركم انا لازمني نلتحق بالشيف فتحيه في الكوجينه شيف مرحبا يا صاحبتي عندي ما نعمل اكيد عندنا ما نعملوا الاثنين ما عندنا كان ما نعملوا في الكوجينه ما عندنا كان ما نعملوا في الكوجينه يعني شنو خلطت انا شمرت خلطت على الدويده الحلوه اللي لازمها هذيك ما الرفيسه شايفه ولا صحيت اول حاجه نعملها نحط شويه زبده دونك نقولوا زبده نقولوا مرياح نقولوا 100% من الحليب الطبيعي المنتوجات والجبنات نتاعو الكل انا اختيزون لا تراسابيليتي موجوده تكونوا متهنيين ومتمنين على البرودوي اللي باش تستعملوا اكيد 1000% تري بيان نصب عليها شويه ماء ما نحبش تتقل اوكي اللي باش تجيب فيها دونك قداش حطينا زبده شايفه حطيت 50 غرام داكور نحط زوز باكويت سكر فاني سمارت شيف نحب الفانيليا اللي بالفاني يعني تحب الزهر تحط الزهر ما انا نحبها بالفاني تحبها بالفاني شيف فوالا الوغ هذايا يذوب مع بعض نجي 50 غرام سكر هكاك اي تقريب تقريبا 50-60 غرام سكر كل واحد والذوق قداش يحب الحلوه انت والمذاق انت وقداش تحب الحلوه نتاع نتاع معناها الديسير نتاعك هذاك يقعد لك ليك انت نقوي شويه النار نقوي شويه في النار باش يغلي لي شويه جست يذوب الزبده والسكر نرمي
الدويدة نرميها ديريكتومون فوالا نرميها ديريكتومون نية كيف ما هي نية يعني صلبة كيف ما هي باش تجيب تو في الزبدة وفي السكر والماء سيب النشا نتاعها في الماء والسكر وشوية الزبدة كيما نعملوا رفيسة الروز كيما نعملوا رفيسة المهلبية الروز ولا يعملوا رفيسة الروز فما رفيسة الروز فما ما نعرفش عملناها عملناها رفيسة الروز وبنينة برشا عملتها حتى بالشوربة ورد فما يقولوا محلبية ومهلبية يجبدوا على مصر وإحنا محلبية محلبية عملتها مرة أخرى بال بالوقت روز مقطوع عملتها بالشربة ومتقوش لي بالشربة بنينة برشا ذكرها ولا هذيك هي ألو هنا نجي ونصب الشربة بتاعنا الكمية اللي بشرب لي اللي كده ذاك إذا كان نقصت شوية نزيدها عندي أنتخطان زبيب والفاكهة محطوطين يستنى وغادي وقت هي تشرب والتيب يزمها تكون فريمون اغا في الواحد خاطر ما تيبش ياسر دونك نقولوا زبيب ولوز نقولوا بيان سور بنياغلين لا غراند ابيسري تلقاوهم موجودين بنياغلين في النصر في تلقاو في العوينه حي الواحات في سونتر فيل في شارع مصطفى مبارك وفي شارع نهج اسبانيا وبيان سور ما ننساوش البوان دو فونت الجديد ان شاء الله مبروك عليهم في برج لوزير على لوتوروت هكا تلقاوها على الغوط برينسيبال نتاع برج لوزير الو هذه باش نغطيها ونخليها تتجمر سله سله وقتي حتى لين تشرب هذاك الكل داكور اونتغ تون انا الدويده نتاعي قاعد الدجاج الملح الملحه امورها واضحه قاعده تتجمر قاعد يتيب لين فورت وتريقلت مازلت من بعد نسقيها وفواح السلطه نتاعي تري تري بيان ملي حنا نخرجوا فاصل شاسر خلينا نخرجوا فاصل قصير راجعين لكم باش نكملوا بقيه الفقرات وبقيه الوصفات والريسيتات فاصل ونرجعوا لكم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم نرحب بكل مشاهدينا محبينا ومتابعي ليبرتا فواياج وين ما كنتم طبعا كي نقولوا ليبرتا فواياج نقولوا العمره لانها طبعا تعرفوا انه ليبرتا فواياج من افضل واحسن مشروع خدمات العمره على الاطلاق في تونس وكلمة ديما نقولوها لسنا الوحيدون ولكننا الافضل ان شاء الله وهذا يعود الى خبره طويله في مجال وميدان العمره نعرف اليوم انه تحديات كبيره بالنسبه لمجال العمره وهذا ما قاله المختصين وخاصه حتى في تونس معناها الخبراء والمختصين يقولوا تحديات كبيره مع غلاء الاسعار في الفنادق وهذا معني مشكل عالمي ايضا وايضا تعود وترجع بالغلاء هذا على مستويات وعلى العمره بيدا لكن ليبرتا فواياج تسعى ديما انها تقدم لكم الافضل رغم هذا الكل رغم غلاء الاسعار تسعى إلى تقديم الأفضل لكل أحبابها وكل الناس اللي تحب ليبرتا فواياج إذا ديما نقول هالكلمة اللي نحبها بارشا ونقولها إلى بيت الله مسيرنا فما أعظم المسير وإلى جوار الرسول فما أعظم الجوار وإلى الأجر طالبون فما أعظم الطلب العمرة العمرة مناسك العمرة عبادات والعمرة توفيق من الله سبحانه وتعالى يختار فيها عباده و كما نعرفوها نقولوها بالدرجة لما ينادي المنادي ولهذا لما ينادي المنادي وإن شاء الله ربي يسهل لكم يسخر لكم تختاروا الأفضل تختاروا معنا ليبرتا لتقدم لكم أفضل الخدمات إن شاء الله كي نقول خدمات نقول خدمات تبدأ من المكاتب إلى ثم المطار خاصة في الخروج وكنت عايشين معايا اللحظة أنا عشت معاكم كمعتمرة أيضا كل اللحظات وعيشتكم معايا كل التفاصيل ما نعرفش حتى شيء يعني واحد مشي للمطار ومن بعد دخل الباب الدخول وتعدى مع على الديوانة وكذا وبعد يعني ال 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 خليني نقول السير العادي واحد ما يفيقش به لأنه ديما مع ليبرتا معاكم مرافقين ثقات معاكم مرشدين وإن شاء الله يا ربي ديما ليبرتا معاكم في الخير إذا قلنا العمرة مناسك العمرة عبادات واللي تعطيه ليبرتا تعطي حاجة كبيرة لكل أحبابها والكل اللي يختار ليبرتا فواياج كي نقول القرب نقول حاجة مهمة برشا القرب من الحرم سواء كان الحرم المكي أو الحرم المدني ونعرف شنو نقول كي يكون يعني نشوف الصور وهكا قلبي سبحان الله ربي يسر لكم إن شاء الله ربي يسر لكم المقام ربي يسر لكم زيارة المقام ربي يسر لكم أنكم
ما نعرفش ليلة أنك تعدي تقضي مناسكك وعباداتك سواء كان في الحرم المكي أو الحرم المدني، إحساس ما كيفه حتى شيء في الدنيا. ربي يسر لكم، وكيف تخموا ما عليكم كان جيوا لأقرب مكتب ليكم من مكاتب ليبرتا وفياج واللي ديما قريبة منكم إن شاء الله. كما حكيت أنا على شهادتي وعلى حاجات شفتها، وكل مرة كما قلتكم نحكيكم على حاجة. دونك شنو رأيكم نسمعوا مع بعضنا شهادة من شهادات أحباب ليبرتا، وقدام ربي نقول لكم أنه الشهادة هي شهادة حق. والله العظيم أنا معناها عمليا قابلت المرأة والناس اللي قابلتهم كان وقت التصوير، وهما جاونا بكل ترحاب وبكل محبة وبكل تلقائية، ويقولون نهارتها والله العظيم ما شاء الله برشا شهادات خذينا منهم العينات اللي كل مرة نسمعوا مع بعضنا ونشاهدوا مع بعضنا. ربي يحفظهم إن شاء الله، وربي إن شاء الله يجعل لهم عودات مع ليبرتا ولكلكم إن شاء الله. عسلي ما حاجة، مرحبا بيك. بيك عايشك، بارك الله فيك. أول مرة معنا في أول مرة معاكم، ومياش آخر مرة إن شاء الله نستمر حتى الممات إن شاء الله. إن شاء الله. علاش؟ خاطر لقيت خدمة باهية، وقيت عباد لاهين بينا، وتيل باهي نظيف، كل شيء موفر، كل شيء موفر، سيرتو سي حسن المرافقين، المرافقين الكل. ونمشيو نلقاوهم ونمشيو نلقاوهم، ليبرتا سي محمد سي كلهم. والحمد لله الحمد لله. قريب للتيل نتاعك للحرم؟ قريب للحرم، نطلو من الشباك نلقاو الحرم، نهبطو من اللوطة نلقاو الحرم، هوتيل سويس. ممكن تحكي لنا على احساسك بعد العمر؟ الاحساس نتاعي ما يتوصفش، بالفرحه ما نحكي لكش قداش، خاطر انا اول مره نجي ومتشوقه بسبتاش نجي. كي جيت لقيت خدمات كبيره برشا برشا مع ليبرتا، ان شاء الله مش اول مره واخر مره، ان شاء الله مع ليبرتا حتى اللي مش يسالني مع ليبرتا ان شاء الله. ليبرتا الدار الكبيرة، ليبرتا فوياج، اللي يقول العمر يقول ليبرتا فوياج، ونعرف شنو نقول. إن شاء الله ربي يسر لكم يا ربي، وتحسوا إحساس الحاجة ربي يحفظها، وربي إن شاء الله في عوديتي نقول لك إذا كنت تشوفي، وأنا نعرف اللي هي تشوفني وتتفرج عليا معاكم في برنامج أمنف. أنا سعيدة جدا بالحق بأنه تعرضوني ولا تكلموني ولا تبعثولي وتقولوا لي أن اخترنا ليبرتا، اخترنا على خاطر اللي تحكي لنا عليه، وان شاء الله ديما تلقاو، وبرشا منكم قالوا لي لقينا افضل من اللي حتى حكينا عليه. طيب هذه شهاده، اما انا توا جبت لكم برومو، شنو رايكم؟ خلينا مع البرومو هذا اللي هو برومو على مقاعد رحلتي 11 و14 مارس ان شاء الله، واللي هي عمرة شعبين ورمضان. اي نعم، سبحان الله، ربي ان شاء الله يكرمكم ويطعمكم يا ربي. اذا العمرة هذه تمشيو في شعبين، وتلقاو ان شاء الله بعد تقضيو ليالي رمضان الاولى في مكة المكرمة، وتعاود اذا كانت تحب حتى كان عملت عمرة ربما تعاود عمرة اخرى في رمضان في مكة. وانا ناكد لك قلت ربما على خاطر غادي باش تلقى المرافقين نتاعنا اللي هما مرافقينكم بالارشاد الديني والروح، وحتى ساعات هكا تسهى شويه في الطواف يفكرك ويقول لك يفكرك بالدعاء ويقول لك ادعي لروحك ادعي لاولادك. يعني ان شاء الله مرافقين ديما معاكم باذن الله. نعاود نذكر بال البرومو هذيا اللي هي برومو مهمه جدا، عطتها لكم ليبرتا، واللي هي مقاعد على رحلتي 11 و14 مارس، واللي هي عمرة شعبين ورمضان الاثنين إن شاء الله، أواخر شعبين وبداية رمضان الكريم إن شاء الله. في البرومو هذيا في الرحلتين هذوما بالنسبة للمقاعد اللي قاعدوا، ونذكر أن المقاعد محدودة، تدفع زوز ملايين و500، تدفع زوز ملايين و500 والباقي على 10 شهور، تدفع زوز ملايين و500 والباقي على 10 شهور. يتقولوا لي قداش عفيفة، ما نجمش نعطيكم قداش، لأنه تنجموا كان تتفضلوا بحذينا الأحد مكاتبنا أو تتصلوا بينا، مرحبا بكم. وهكيك تعرفوا بالضبط أنا والبرنامج اللي تختاروه، وعلى ذو هذاك بإذن الله يتم بحول الله اختيار البرنامج واللي بيه هو تعرف قداش إمكانية التقسيط متاعك أو قداش
قداش باش تتقسط كما قلنا على 10 شهور تدفع زوز ملايين و500 والباقي على 10 شهور واللي يقول العمرة يقول ليبرتا فواياج. تذكير فقط قبل ما نختم نحب نذكر بالنسبة للناس اللي مسجلة رمضان تفضل بحضينا لتأكيد عمرتها إن شاء الله، والناس اللي تحب تلتحق بالرحلتين هذو 11 و14 نقول لكم راهو الحلم ينجم يولي حقيقة مع ليبرتا فواياج، تزور المقام تزور مكة المكرمة وتقضي مناسك عمرتك بإذن الله في البرومو الهائل هذا اللي تقدمه لكم ليبرتا فواياج. ما بقالي إلا باش نقول لكم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وليبرتا تجمعنا دائما عفيفة بوكيل جويدة. نحييكم في أمان الله. يسألوك على الأصل الطيب قلهم أرض طيبة، وإحنا توا أكثر من 23 سنة نخدموا في أرض كريمة بجهدنا ويدينا، ومن ما زرعنا نجمعوا حليب صافي من أحسن ما تنتج الطبيعة، ونزيد نقفوا عليه في مصنعنا لضمان جودته العالية، خاطر هو الأصل في صنعتنا وحرفتنا صناعة الأجبان. أجبان مرياح سرها صنعة اليدين، حرفة واتقان كل العاملين، وفي خدمتنا نعرفوا لكل حركة مهمة كل شيء محسوب باش نوصلوا ننتجوا جبن بنين ويملى العين، ومهما كان نوع الجبن نعطيوه حقه، ياخو وقته وبلاستو ونتبعوه من اللي حضرناه وخدمنا عليه حتى يوصل بين يديكم، وبأحسن ما ننجو نودوكم وين ما كنتوا، على خاطر بينا أمنتو وعلينا عملتو. أجبان مرياح ديما لمحبتكم ساعين. التوانسة كيف يحكيوا على ماكلة بنينة يقولوا طايبة سلا سلا، وتن البدر حضرناه سلا سلا، محضر بطريقة تقليدية مرقد في أحسن زيت زيتونة غني بالأوميغا 3. تن البدر صحة ونكهة وبنة. عرفتي توسر تن البدر وهل يخفى القمر؟ نعرفوك مرا حاثقة وقديرة، تعلمنا منك سر العجنة بالليد وخلطة السميد وحرفتها وفتلتها بالكعبة بالكعبة لنتشيح عجنتها، اللي شفناه تبعناه باش عملنا قبلنا حلالم أصلية كيما حلالم كل مرا مجدية. حلالم وردة البنة الزمنية، وردة سرها المحبة. سير مؤسسة تونسية مختصة في بيع مستلزمات المطاعم والنزل، تسعى باش توفر لكم كل احتياجاتكم من تجهيزات ومعدات للمخابز والمطابخ بأسوان معقولة وفي المتناول.
سير تحط على ذمتكم فريق مختص باش يعاونكم ويتقاسم معاكم خبراته كيما قرات حساب لي بروفيسيونيل في كل ما يسهل عليكم الخدمه. زيدا سير وفرت لكم كل ما تستحقوه باش تسهل عليكم الخدمة في دياركم. باش تتعرفوا على جودة خدماتنا زوروا الشوروم متاعنا في المنزه واحد وإلا الحمامات. وإلا تواصلوا معنا على صفحتنا على الفيسبوك سير أو عبر الهاتف 72 317 616. ممتازة بنينة رائعة حلوة بس حارة والله بس عادها قوية طبعا ميسي يا عسل الله حارة تحب تزيد زيد هذه تفيد حتى على شان الجو نفس النوع بس تقدمه نادى ربه نداء من حسن إلى أحسن بالنسبة لبيرتا عهدت وفاة كانوا باب الجنة تحل قدامي ذكرت هكا راجلي وصغاري وأهلي وأحبابي وأصدقائي وكلهم كانوا مكاديرين بي بسم الله والله أكبر نور المكان كامل نور باب العرس صدقني معناتها شيء قشعر للدم ده نغزو وفعلا صحيح يقول يا ربي إن شاء الله في العودة خبرتنا في الميدان تخلينا نكونوا متميزين برشا شوا وبرشا موديلات تستنى فيكم الإبداع شعارنا والإتقان مهمتنا وكيب مختصة على ذمتكم وهديتنا ليكم اشري سنة وخلص العام الجاي برقاوي غيدو بيطار بين إغلال زارتنا البرد
فرصة عمرة شعبان رمضان بمكة المكرمة مع ليبرتا فواياج، ادفع 2,500,000 فقط والباقي على 10 أشهر وتمتع بليالي رمضان كلها بمكة. مقاعد متاحة على متن رحلات يوم 11 و13 و14 مارس. اما لافش تستنى باش تحجز مكانك، عدد المقاعد محدود. للحجز والاستفسار زوروا مكاتب ليبرتا الأقرب إليكم، وإلا اتصلوا بنا على الرقم 71 90 56 56. كامل فريق ليبرتا فواياج ينتظركم وشغفونا بخدمتكم، وكتقول عمرة تقول ليبرتا فواياج.